أحد المواضيع اللي مرت علينا في كورسات سابقة وهنستخدمها بكثرة في كورس الكالكولاس 1 هي Solving Inequalities، حل المتباينات. يعني إيه Inequality؟ وإيه هي Inequality Notations؟ ويعني إيه Solving an Inequality؟ ده اللي هذكركم بيه في الفيديو الحالي. أبدأ بتعريف الإنيكواليتي. المتباينة هي كومباريزون، مقارنة، between two expressions، مثال لو كتب 3x minus 7 greater than 2x plus مثلا 8. 3x minus 7 اسمه expression، 2x plus 8 اسمه expression، ال greater than اسمها inequality notation. الاكسبريشن الاول greater than الاكسبريشن الثاني، يمكن بدل greater than نستخدم احد الانيكواليتي نوتيشنز الاخرى، لذلك هفكركم بالانيكواليتي نوتيشنز. عندنا 4 inequality notations، ال greater than اللي قلناها، في greater than or equals to، في less than، في less than or equals to. يعني ايه solving an inequality؟ يعني نحل متباينة، يعني نجيب نحسب نوجد finding the numbers 6 that meets the comparison. يعني اللي تحقق المقارنة، عايزين كل قيم الاكس اللي تحقق ان 3x minus 7 greater than 2x plus 8. تعالوا نحل المتباينة اللي كتبناها ونوجد النمبرز 6 اللي تحقق المتباينة.3x minus 7 greater than 2x plus 8. عشان احل المتباينة لابد اجيب كل قيم الاكس في طرف والكونستانتس في طرف اخر، ف3x ال2x تتحول للطرف الايسر باشارة مخالفة، 8 ايضا النيجاتيف 7 تروح للطرف الايمن باشارة مخالفة. إذن الـ x greater than 8 plus 7 15. ده حل المتباينة. إيه هي قيم الـ x اللي تحقق الـ comparison؟ كل قيم الـ x اللي greater than 15. ممكن أعبر عن الـ solution اللي جبته بـ interval كالتالي، أقول إن الـ x equals من 15 والفترة من جهة اليسار مفتوحة، لذلك استخدمت parentheses للإنفينيتي. جميع القيم اللي أكبر من 15 للإنفينيتي تحقق الكمباريزون. ممكن أمثلها على خط الأعداد
من جهة اليسار نيجاتيف انفينيتي، من جهة اليمين بوزيتيف انفينيتي، وادي الزيرو. نبدأ من عند الخمستاشر. الخمستاشر مش معانا، لذلك هحط open circle. جهة اليمين كل القيم اللي اكبر من خمستاشر معانا، لذلك هعلم عليها واقول ان دي الفترة المسموحة اللي ممكن تحقق الكمباريزون. اي قيمة فيها يعني 16 17 16.2 20.5، اي قيمة اكبر من 15 وللانفينيتي تحقق الكمباريزون، اي قيمة في الفترة دي تعتبر قيمة صحيحة يمكن التعويض بها وتكون الكمباريزون صحيحة. مثال للجريتر ذان اور ايكوالز تو نوتيشن، لو مديني 1/3 اكس ماينس 4 جريتر ذان اور ايكوالز تو نيجاتيف 5، ازاي نحل الانيكواليتي ونجيب النمبرز 6 اللي تحقق الكمباريزون؟ نخلي ال 1/3 اكس في الطرف الايسر ونودي النيجاتيف 4 للطرف الايمن، يبقى نيجاتيف 5 بلس 4، يعني ال 1/3 اكس جريتر ذان or equals to negative 5 plus 4 negative 1. عشان نتخلص من ال 3 اللي موجودة مع ال x نضرب الطرفين في 3. في الطرف الايسر يتبقى x، لان ال 3 هتكنسل ال 3. في الطرف الايمن negative 1 times 3 بnegative 3. يبقى مجموعة الحل من النيجاتيف 3 والنيجاتيف 3 معانا اكبر من للانفينيتي، يبقى للانفينيتي. في الطرف الايسر من الانترفال حطيت براكت عشان اقول النيجاتيف 3 معانا، في الطرف الايمن حطيت بارانثيسيس عشان اقول ان الانفينيتي مش معانا. يمكن تمثيل مجموعة الحل على خط الاعداد ارسم خط الاعداد، احط عليه النيجاتيف انفينيتي والبوزيتيف انفينيتي، حطيت مكان الزيرو، النيجاتيف 3 تكون على يسارها، ابدا بدايره مفتوحه اشوف ان النيجاتيف 3 معانا في ايكوالز والفتره مغلقه، يبقى اقفل الدايره تبقى او تبقى كلوزد سيركل. اروح يمين في اتجاه الانفينيتي، كل الجزء اليمين معانا بدون اي استثناء. يبقى قدرنا نمثل مجموعة الحل بانترفال وايضا على خط الاعداد. بدأنا من النيجاتيف 3 والنيجاتيف 3 معانا وكل الارقام للبوزيتيف انفينيتي. مثال للليس ذان نوتيشن، لو عندنا 3x plus 4 less than 2x plus 6. عشان اوجد مجموعة الحل نجمع ال x's في طرف والconstants في طرف. ال 3x يجيها 2x بإشارة مخالفة، less than 6 يجيها ال 4 ايضا بإشارة مخالفة. يبقى في الطرف الايسر 3x minus 2x بx، وفي الطرف الايمن 6 minus 4 ب2. يبقى كل القيم اللي اقل من 2 تمثل حل الانيكواليتي. يبقى مجموعة الحل عبارة عن انترفال مفتوحة من الجهتين من النيجاتيف انفينيتي لل2، لذلك حطيتها بين بارانثيسيز عشان اقول ان النيجاتيف انفينيتي وال2 مش معانا. امثلها على خط الاعداد، احط نيجاتيف انفينيتي وانفينيتي مكان الصفر، التو تبقى على يمينها،
أبدأ بدايرة مفتوحة، أشوف فعلا إن التو مش معانا، أسيب الدايرة مفتوحة، أتجه يسارا، كل القيم اللي جهة اليسار تمثل حل الإنيكواليتي. مثال less than or equals to، لو عندنا 4x plus 6 less than or equals to 5x plus 9. عشان نحل الانيكواليتي نجمع كل الاكس في الطرف الايسر وكل الكونستانتس في الطرف الايمن، يبقى 4x ويجي لها ال 5x بإشارة معاكسة، less than or equals to 9 ويجي لها 6 بإشارة معاكسة. 4x minus 5x بنيجاتيف x less than or equals to 9 minus 6 ب 3. عايزين نتخلص من النيجاتيف اللي موجودة مع الاكس، نضرب كل الانيكواليتي في نيجاتيف 1 او نقسمها على نيجاتيف 1. اذا ضربنا اي انيكواليتي في نيجاتيف كونستانت او قسمناها على نيجاتيف كونستانت، اي كونستانت، نغير اتجاه النوتيشن، less than تبقى greater than. اذا x greater than or equals to negative 3. ايضا لو كانت greater than نبدلها less than اذا ضربنا او قسمنا على negative constant. مجموعة الحل تبدأ من النيجاتيف 3 وكل الأرقام اللي أكبر منها يعني للبوزيتيف إنفينيتي. النيجاتيف 3 معانا لذلك هحط براكت، الإنفينيتي مش معانا هحط بارانثيسيس. أمثل مجموعة الحل على خط الأعداد، ههشر المنطقة اللي تمثل حل، هحط مكان الزيرو مكان النيجاتيف 3، أعمل open circuit على النيجاتيف 3. النيجاتيف 3 معانا يبقى أقفل السيركل، كل القيم اللي أكبر من نيجاتيف 3 معانا يبقى هروح يمين. وهشر المنطقة واضللها عشان ابين مجموعة الحل. يبقى الحل عندنا من نيجاتيف 3 للبوزيتيف انفينيتي كل القيم بما فيها نيجاتيف 3. من وقت لاخر خلال المنهج هنشوف بعض الاكسبريشنز اللي تتحول لدبل انيكواليتيز. مثال لو عندنا ابسولوت فاليو مثلا 2x minus 3 less than any non-negative constant، ما ينفعش الابسولوت يكون اصغر من او اكبر من قيمه نيجاتيف، لابد ما بداخل الابسولوت يطلع لي يا صفر يا قيمه بوزيتيف. فلو قلنا less than 11 عشان احل الانيكواليتي ما بداخل الابسولوت نوتيشن اكتبه نفس الشيء مع نفس النوتيشن اللي هي less than، او لو في equals الحل ده مع less than والless than or equals to مع greater than greater than or equals to طريقة حل أخرى. نفس الكونستانت يبقى ما بداخل الأبسولوت نوتيشن مع نفس النوتيشن اللي هي less than نفس الكونستانت، ومن الجهة اليسرى أو الأكبر من ونفس الكونستانت ولكن مع إشارة نيجاتيف. أكمل الحل عشان أتخلص من الماينس 3 اللي موجودة مع 2x، أجمع عليها 3 وأجمع 3 في الطرف الأيمن والطرف الأيسر عشان ما بقاش غيرت في الإنيكواليتي. 2x minus 3 plus 3 يبقى 2x less than 11 مع 3 14 greater than negative 11 مع 3 يبقى negative 8. أتخلص من الاثنين، أقسم كل الإنيكواليتي على 2 يبقى x greater than negative 4
و less than 7. إذن مجموعة الحل تبدأ من النيجاتيف 4، والنيجاتيف 4 مش معانا، لذلك حطيت parenthesis لل 7، وأيضا ال 7 مش معانا حطيت parenthesis. أمثل مجموعة الحل على خط الأعداد بانترفال ليها بداية ونهاية. أحط القيم اللي هي بداية الانترفال نيجاتيف 4، وأحط open circle لل 7، وأحط أيضا open circle. الطرفين مش معانا، لذلك أسيب الopen circles مثل ما هو، ما أقفلهمش. أوصل بينهم وهشر عشان أبين مجموعة الحل. مجموعة الحل من نيجاتيف 4 ل 7، كل القيم اللي بينهم النيجاتيف 4 وال 7 مش من ضمن مجموعة الحل. مثال لإكسبريشن يتحول في حله لتو إنيكواليتيز. لو خدنا نفس المثال السابق اللي كان فيه أبسولوت فاليو لتو إكس ماينس 3 وكان بنوتيشن less than، المرة دي هنخليها greater than ونحط لها equals to. نفس الكونستانت 11. عشان نحل الانيكواليتي نكتب الاكسبريشن اللي داخل الابسولوت نوتيشن مع نفس النوتيشن اللي هي greater than or equals to مع نفس الكونستانت، ولكن نكتب or نفس الاكسبريشن مرة تاني، نغير النوتيشن من greater than or equals to للعكس less than or equals to، ونغير الكونستانت نحط له إشارة نيجاتيف. نحل كل inequality على حدة. ال 2x تبقى greater than or equals to، ال minus 3 تروح للطرف الأيمن positive 3 يبقى 14، نقسم على 2 يبقى x greater than or equals to 7. مجموعة الحل الأخرى 2x less than or equals to، الماينس 3 تروح بعكس إشارتها، نيجاتيف 11 بلس 3 يبقى نيجاتيف 8، نقسم على 2 يبقى الx less than or equals to نيجاتيف 4. يبقى عندنا مجموعتين حل. المجموعة الأولى إن الx أكبر من أو تساوي 7، المجموعة الثانية أقل من أو تساوي نيجاتيف 4. نصيغ مجموعة الحل كالتالي. نبدأ من أقصى اليسار من نيجاتيف إنفينيتي، ونتوقف عند النيجاتيف 4، والنيجاتيف 4 معانا، لذلك حطيت براكت يونيون. نبدأ تاني من السيفن، والسيفن معانا، نتجه يمينا للبوزيتيف إنفينيتي، والبوزيتيف إنفينيتي مش معانا. أقدر أمثل مجموعة الحل على خط الأعداد كالتالي. عندنا two intervals مش interval واحد. مكان الصفر في عندي negative 4، وابدأ بopen circle عندها يساوي، يبقى أقفل السيركل. أقل منها يعني أروح يسار للنيجاتيف انفينيتي وهشر. أبدأ تاني من عند السيفن، أبدأ بopen circle، ألاقي إن السيفن معانا، أقفل السيركل. أكبر منها أروح يمين في اتجاه البوزيتيف انفينيتي. يبقى مجموعة الحل من نيجاتيف 4 والنيجاتيف 4 معانا للنيجاتيف انفينيتي يسارا، ومن السيفن والسيفن معانا للبوزيتيف انفينيتي يمينا. كل ده يمثل حل الانيكواليتي.